من جديد تم رصد عرض قطعة أثرية مصرية نادرة للبيع في صالة مزاداد في لندن، وده بعد شهرين تقريبا من مزاد تاني كان عارض أجزاء من مومياء مصرية قديمة للبيع لأعلى سعر. وقتها طرحنا تفاصيل الموضوع ده هنا في مصر جديدة، وطالبنا بعودة القطع الأثرية المصرية اللي كان مجرد عرضها للبيع ضد أي ثقافة في العالم. الأسبوع ده كانت فصول قصة جديدة بتبدأ، قصة سرقة جديدة للتاريخ المصري، سطو على الحضارة الإنسانية القديمة. إيه الحكاية؟ الحكاية إن دار سوسبيز، طبعًا دار سوسبيز للمزادات في لندن دي حاجة مهمة جدًا جدًا. الدار دي هتعرض بكرة الثلاث تمثال مصري قديم للبيع في مزاد عالمي. والدار حتى سعر مبدئي للقطعة الأثرية النادرة ما بين 150 ألف ل 250 ألف جنيه استرليني، يا بلاش يعني. التمثال مشهور بتمثال الكتلة أو تمثال الملك القط. طبعا في حملات عملها الأثريين، أشهرهم الأثري يمكن بسام الشماع اللي عمل حملة بتطالب بالتدخل السريع والمباشر عشان المزاد ده يتوقف. وزارة السياحة قالت على لسان بعض المصادر إنها متابعة الموضوع ومش هتسيب أي قطعة آثار مصرية من غير متابعة، وإنها بتتحرك بشكل غير معلن عشان تسترد أي قطعة تظهر بره أو تتعرض للبيع، وإنها بتنسق مع وزارة الخارجية عشان تبقى خطواتها مدروسة وخطواتها قانونية وما يحصلش تدليس أو تداول سري للقطع الأثرية المصرية. احنا معنا تليفون المؤرخ وعالم المصريات الشهير الأستاذ بسام الشماع. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وإيه حكاية التمثال ده اللي معروض في سوسبيز دلوقتي، وهل هو تمثال واحد ولا في عدد من القطع الأثرية موجود دلوقتي في هذه الصالة أو في هذا في هذه الدار ومستعدة للعرض؟ اهلا بكم جميعا، وشكرا على الاهتمام وعلى الاعلام الواعي الحقيقه اللي هو مواكب للي بيحصل. يوم 4 جولاي بكرة. ويوم 7، وهنا مفاجاه بقى لحضراتكم، سوتبيز بتبيع مجموعه اخرى من اثارنا على اعلى مستوى من الجمال. يبقى عندنا يعني معرضين في مزادين في 4 أيام 3 أيام، ما بتحصلش ما بتحصلش غير مع اثار. احنا شايفينهم، هم صورهم معانا على الهواء بالظبط كده. انا بعت لكم بعض الصور والحمله بتاعتي انكلودد في او تضمنت كل هذه الصور. هذه حمله من ضمن حملات بدات من سنين لما فتحت انا الملف ده. الملف ده لما فتحته لقيت فيه مفاجات. اول حاجه، وزاره الاثار والسياحه عندها قسم اسمه قسم الاثار المسترد. ده استرد 29,000 وي قطعه من 2015 لحد السنه اللي فاتت. اداره كبيره، ده عدد يعني كبير جدا استردته. وخدوا بال حضراتكم برضو للساده المشاهدين، استرداد الاثر بدون ورق غايه في الصعوبه. طب يعني ال 115 قطعه اللي احنا استردناها من فرنسا، انا قلت دي تيرنينج بوينت، لان او يعني حاله التقاء نقطه مهمه جدا في تاريخنا. وانا بقول ده انجاز رهيب لوزاره الاثار. ليه؟ لان ال 115 قطعه ما كانش لهم ولا ورقه، فبالتالي هو ما يدهلكيش، يدهلك ليه؟ يقول لك انت اللي بايع الاثار بتاعتك لحد 1983، ودي الكارثه الكبرى. لحد 1983 كنت قانونا بتبيعي اثارك في مصر، فلما بنروح نقول لهم هاتوا اثارنا انتوا اللي بايعينها عايزين ايه؟ فده الرد بتاعهم تملي. طب القطعه الموجوده دلوقتي في سوسبيز متباعه قانونا؟ طاميو بقى، طاميو ديت بتتباع في مزاد لسوسبيز. كلنا عارفين ان سوسبيز مش هيعرض حاجه الا لما هيبقى ليها الايه التوفيق بتاعها. سوسبيز دي يعني حاجه مهمه جدا في دار مزادات مهمه جدا. سوسبيز وكريستي دول الاثنين اشهر اثنين في العالم. عارف حضرتك سوسبيز ده من سنه كام؟ ده مساد من 1700، وصاله المزادات دي من 1700. عريقه يعني، دار مزادات عريقه جدا يعني. عريقه فوق ال 300 بتاع حرميه، يعني عريقه ايه يا فندم؟ حرميه بياخدوا اثارنا وبيزوروها الناس. الواقع انها يعني بتعمل كده للاسف. طب يقول التمثال اللي حضرتك ذكرتيه وتمثال الكتله او اللي انا اطلقت عليه باميو اللي هو القط. هو مش الملك القط، والحقيقه يمكن الاعلام غلط في الكلمه دي في تصريحاتي، ما خدوش تصريحاتي صح، لكن الاعلام المكتوب يعني. لكن هو باميو او بامياو، مياو اللي هي مواء بالعربي، مياو يعني قطه بالهيروغليفي، باميو يعني القط الذكر، وده اسم ملك في الاسر ال 22. يبقى احنا هنا في الاسر ال 25، مش الملك القط. يعني انه المواقع نشرت تصريحات حضرتك غلط. لا، هو الاعلام حضرتك دلوقتي بتصلح من خلالنا. الله ينور عليك، كويس ان احنا ايه بنصلح كويس قوي. حضرتك بتقول اسمه القط الذكر، التمثال اسمه القط الذكر من الاسره ال 22. احنا هنا بنتكلم على تمثال الكتله الاسره ال 25، حاجه مالهاش علاقه. لكن هذا الرجل
كان رجل دين في معابد الكرنك. كنتوا عارضينه دلوقتي، ده انا مش قدام التلفزيون، لكن لو انتوا عارضين صورته، تمثال الكتله. تمثال الكتله مهم ليه؟ لان المصري القديم اخترعه علشان يبقى في مساحه اكبر، مساحه اكبر علشان النصوص. لو انت واقف مش هيبقى فيه مساحه، لو التمثال قاعد مش هيبقى فيه مساحه كافيه. لكن لو التمثال ليه اربع جوانب بالمنظر ده، وكمان الحته اللي تحت دقنه دي اللي انتوا شايفينها حاطط ايده كده مربع ايده عليها، ايوه ده يدي مساحه اكتر للنصوص المصريه. طيب العرض ده، عرض الاثار دي بتاعت بكره، عدد رهيب، منها فازه لو تعرفوا تجيبوها دلوقتي على الهواء، انا بعتها لكم، فازه منحوته ما قبل التاريخ. ما قبل، مش هتتخيلوا كم الدقة اللي في الفازة الحجر دي ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ يا فندم يعني بنتكلم أكتر من 5000 سنة. فلما حضرتك الخمس اللي هي لونها أصفر دي، لا لونها اسود يا فندم، الأصفر دي معمولة من الألباستر، دي تحفة أخرى. أنا إيه اللي لونها أصفر دي عشان إحنا عارضينها دلوقتي؟ هي عبارة، عارفة حضرتك كلمة السلطانية بتاعتنا اللي بنحط فيها الشوربة ونحط فيها المية ونحط فيها اللبن ونحط فيها السوائل، حاجه زي كده يعني، زي طبق بس طبق يكون كبير شويه. كويس. اما بالنسبه للثانيه اللي انا واخدها، الفازه يا جماعه والرهله السوداء، انا باخد بقى السوداء دي مثال ليه؟ اولا طبعا الكفاءه بتاعت النحت غير طبيعيه، اثنين انت لسه ما وحدتيش القطريه، يعني انت لسه ما دخلتيش في نعر مير ومينا ومن وموحد القطريه، يعني بتتكلمي على تاريخ ما قبل التاريخ وما قبل التاريخ، وبدأها الاستاذ ب 500 استرليني. اي ثمن بخس هذا؟ وانا استغربت من الارقام بصراحه، ما يعني قلت يا بلاش، حتى وانا بقول الارقام يا بلاش. يا بلاش، عند حضرتك حق، احنا بنتكلم عن اثار ليس لها ثمن، يعني ما ينفعش اقف قدام الهرم واقول الهرم ب 10 مليون جنيه. برايسلس، ما فيش حاجه اسمها كده. برايسلس، مش يعني برايسلس. الله ينور عليك. بلا ما تقدريش تحددي ده. طيب مين اللي بيحدد الاثمان دي يا فندم؟ ساذبز وكريستيز وغيرهم من الصالات المهمه الكبيره اللي في العالم، اللي لهم افرع في العالم كله. كويس. دول عندهم مجموعه علماء اثار، متخيله؟ ايجيبتولوجيست. العلماء دول اسمهم ايه يا فندم؟ اسمهم مثمنين اثار. خد يا عم الاثر ده نبيعه بكام؟ يقول لك ابتدي بكذا، ابتدي بكذا. طيب الخطر الثاني بتاع البيع، هذه الاثار على الرصد لها لل 15 20 سنه اللي فاتت، لا يوجد اثر واحد اتباع وعرفنا راح فين. نقول ثاني، ما فيش اثر واحد اتباع وظهر بعد ما اتباع في حته. الاثار دي بتختفي، بتروح لبرايفت كولكشنز او بتروح لتجميعات ايه؟ خاصه. التجميعات الخاصه دي انا رصدت منها شويه والله، قدرت توصل مجاميع في منتهى الخطوره اللي بيحتفظوا باثارنا دول، وصورت. يعني ايه مجاميع في منتهى الخطوره؟ عايز افهم بس الجمله. يعني مثلا في منهم مجموعه انا صورتها داخل متحف اسرائيل مثلا، مجموعه كبيره، مجموعه تحفه واختيار على اعلى مستوى. هتلاقي الاثار يا فندم اللي بتتباع ما فيهاش غلطه، ما فيهاش شرخه، حتى المكسور منها مكسور والباقي منه تحفه. يبقى ايه؟ يبقى ده نمره 2. نمره 3، السؤال اللي انا بساله بقالي اكتر من 25 سنه، هو العالم بيبقى فين لما المزادات دي بتتعمل؟ يعني اين اليونسكو؟ احنا وزارتنا شغاله، الراجل قاتل نفسه، يعني الدكتور شعبان عبد الجواد اللي ماسك قطاع الاثار المستردة ده، مش عايز اقول لك مموت نفسه بيلف العالم. صحيح صحيح. لدرجه انا هعلن لكم، يعني هو مش سر، لكن هو حاجه يمكن كتير ما يعرفهاش. هل تعلموا ان مصر بيستعان بيها الان، بيستعان بها الان في الصين وفي كوريا وفي تشيلي؟ تشيلي دي بلد حضاريه كبيره جدا. طبعا. تشيلي دي على فكره دول حنطوا 2000 سنه قبلينا. تشيلي دول كويس، اللي هو الشنكورو ماميز او موميات الشنكورو السمراء. المهم فدول بيستعينوا بينا وبخبراتنا بوزاره الاثار علشان يستردوا اثارهم، فاذا هم شغالين. تعال بقى انت فين يا ايكوم منظمه المتاحف؟ بتروح فين وقت ما اثارنا بتتباع؟ بتختفي، بتحطوا راسكم في الرمل وتختفوا. اليونسكو ولا مين ولا مين ولا مين بيختفوا؟ يبصوا في السقف ويبصوا الناحيه الثانيه. انا عايز دعم من اليونسكو، عايز دعم من الايكوم، عايز دعم من المتاحف، عايز وقف لعمليات التنقيب لاي جنسيه بتبيع اثاري. هذه طلبي الوحيد. بمعنى احنا اللي نقدر عليه دلوقتي اخر جمله حضرتك. برافو عليك، دي لازم نبدا بيها. احسنتي. انا دلوقتي لندن بتبيع. يا لندن بتبيع اثاري ليه يا ماما؟ انتوا ما عندكوش، احنا عندناش الحق، احنا معانا الاوراق. ما فيش حاجه اسمها اوراق، في حاجه اسمها ده اثر مصري. اثر مصري يرجع لمصر، الاثار المصريه مكانها الاراضي المصريه. صحيح. جمله تتحط كده في وسط ميدان التحرير. فما تقوليش ورق، ما
ما تقوليش دي حاجات خرجت ايام ما كنتوا انتوا محتلين العالم يا انجليز. وبعدين ما تقوليش كمان الاثر ده بيروح فين بعد كده، ما بيروح ما بنعرفش يختفي. فاكرين سخم كا للناس اللي متابعانا؟ سخم كا اتباع بكام؟ 14 مليون استرليني، تمثال قعدنا نصرخ في العالم كله. وقلت لهم التمثال ده هيختفي مش هيظهر، وفعلا من 2014 ولا ايه لحد دلوقتي ما حدش عارف هو راح فين. طب التمثال ده بتاع القط الذكر ده زي ما حضرتك بتقول لنا، خرج امتى من مصر؟ وهو خرج بطريقه شرعيه ولا مش شرعيه؟ يعني قبل 83 ولا بعد 83؟ لو انت سالتي بسام الشماع العبد لله هقول لك ما فيش حاجه اسمها طريقه شرعيه لخروج الاطار وطريقه غير شرعيه. وانا مع حضرتك 100%، بس الواقع اللي على الارض وفقا لقوانيننا. الواقع انت كنت بتبيع لغايه 83 عندك حق. هو خرج قبل 83؟ هو اكيد، والا هيبقى سرقه ومافيا. يعني في الحالتين قبل وبعد 83، 83 اتباع بختم بورق. لو الختم اللي بالورقه بتاعت ختم الحكومه المصريه قبل 83، يبقى الختم ده هيبقى موجود في صادرس دلوقتي. فلما الدكتور شعبان عبد الجواد يروح يقول لهم هاتوا التمثال وقفوا بيعه، يقولوا له بص احنا معانا ورقه فيها ختم من بلدك قبل 83. كده مصر ما تعرفش يعني قانونا ما تقدريش تعملي حاجه. تخيلي ما تقدريش تعملي حاجه. طيب امتى انا قانونا اقدر استرد؟ لما يفشل صادبيز ان هو يقدم لي الورق اللي يثبت انه طلع مش متباع. انا بس هنا بقى. وانا بتكلم مع حضرتك لان احنا يعني اتكلمنا في الموضوع ده كتير، مش قادره اصدق او يعني مخي كده يشتغل وافكر هو مين اللي عمل الماده في القانون اللي بتسمح ان احنا في مصر نبيع اثارنا. جالهم قلب ازاي؟ مش عارفه يعني انا جالهم قلب مش قادره اتخيلها. أنا هفاجئ السادة مشاهدينك بمفاجأة أخرى. ويمكن لو حبايبنا في وزارة الآثار والدكتور يعني شعبان ده راجل، أنا بقول لك أهو أنا راجل حكومة ومعروف إن أنا ناقد لاذع يعني. أنا عارف. لكن أنا بقول لك الراجل ده ومجموعته شغالين شغل فعلا شغل غير طبيعي فعلا يعني. إحنا واخدين بالنا فعلا بصراحة. الواحد لازم يتكلم يقول الصح ويقول الصحيح. طيب أنا بقول لحضرتك، أنتِ لو بكرة الصبح مصر كشرت عن انيابها وقالت انا هنسلخ من اليونسكو لو ما غيرش ماده 4، ولما قلت للدكتور شعبان الحبيب القلب للمصريين كلهم ولازم الناس كلها تقدر الراجل ده، قلت له ما ننسحب من اليونسكو يا دكتور، الماده 4 دي ماده عار. الماده 4 دي لما تيجي تقريها في اتفاقيه اليونسكو سنه 70 في باريس بتقول لك ايه؟ بتقول لك عندما يتفق الطرفين على ان يبعث جزء من الارث الحضاري للبلد الثانيه، يعني محمد علي قام من النوم قال انا عايز اهدي مسله معبد الاقصر للملك رمسيس الثاني الى الملك فيليب بتاع فرنسا اللي هي موجوده دلوقتي في الكونكورد سكوير او في ميدان الكونكورد في واللي في مدريد. حلو كده. واللي في مدريد اللي في مدريد دي ده معبد كامل راح هديه. معبد كامل متخيله. كنا زمان كنا بنهدي معابد علشان ساعدونا في انقاذ معابد النوبه. يا سلام. يعني انتوا ساعدتونا في انقاذ المعابد فتاخدوا معابد هديه، حاجه مش منطقيه. المهم فالماده 4 بتقول لحضرتك اللي انا عايز الغيها دي بتاعت اليونسكو دي، بتقول لك لو حصل اتفاق بين الطرفين او تبادل، يعني احنا اديناهم حاجه وهم ادونا حاجه، يمثل هذا الارث الحضاري جزء من الارث الحضاري للبلد الثاني. يا سلام. يعني عشان اسهلها للساده المشاهدين، المسله بتاعت رمسيس الثاني بتاعت معبد الاقصر اللي موجود دلوقتي في ميدان الكونكورد التي اهداها محمد علي في حركه طائشه غير مسؤوله اصبحت تشكل الارث الحضاري لفرنسا. عمرك شفتي؟ وفي روما انا شفت المسلات في روما. طيب اثيوبيا استردت مسله اكسوم بتاعتهم بعد اكثر من 80 سنه طلبات. يعني اثيوبيا قعدت تطلب أكثر من 80 سنة عودة مسلتها بتاعت مسلة أكسوم. أكسوم دي حضارة إثيوبية مشهورة كويس قديمة وعملوا مسلات. فجاء موسوليني كسرها ثلاث حتت وراح نقلها إيطاليا أيام الاحتلال وراح رافعها. وبقت موجودة في إيطاليا. قعدوا يطالبوا لغاية لما استردوه. ففكرة استرداد مسلة من أوروبا شيء مش حلم، شيء مش خيال. الضغط لازم نضغط، لازم مصر تكشر عن أنيابها. ولازم نطالب بس احنا مع حضرتك اي حاجه، احنا مع حضرتك، احنا متضامنين ومحترمين جدا الجهد الكبير اللي حضرتك بتقوم بيه في موضوع استرداد الاثار. والحقيقه فعلا اداره استرداد الاثار في وزاره الاثار اداره تحترم جدا جدا وعامله مجهود رائع. واحنا هنا من مصر جديده معاكم قلبا وقالبا ومتضامنين معاكم في هذا الموضوع لحد الاخر.
ومحتاجين بقى شكرا جزيلا حضرتك تشرفنا في يوم هنا. يحصل لي الشرف 30 ثانيه عايز اطمنكم واقول لكم انا عرفت ازاي نقدر نشيل الماده 4 اللي مديها الحق لاوروبا انها تحتفظ بكل اثارنا والغرب والشرق، ان احنا نقنع اكثر من 80 دوله من ال 190 دوله اللي مشتركين في اليونسكو لو مصر قادت حمله بازاحه الماده 4. احنا محتاجين الاوكي بتاع اكثر من 80 دوله بس. السؤال بقى نقدر نقنع ال 80 دوله دول ازاي؟ احنا محتاجين قاعده مع حضرتك هنا على الهواء نبدا هذه الحمله من هنا من مصر جديد ان شاء الله. اشكر حضرتك، شكرا جزيلا الاستاذ بسام الشماع طبعا المؤرخ والعالم المصريات الشهير، والحقيقه بيعمل دور مهم جدا جدا فيما يتعلق بالتعريف بالاثار المصريه او استرداد الاثار المصريه.